بحب الله، مشان هيك حبيت وسع كبر عائلتي، ما تكون عائلتي ضيقة بسر الزواج، تكون عائلة كبيرة بسر الكموت. عن طريق مثل الرباط بين الزوج والزوجة، الرباط عملته مع خالي، هيك بفهم أنا عفتي. أنا كل مرة إنسان بيلتجي لإلي مثل ما الولد بيلتجي لبيه بطلب مساعدة أو دق بيبي لخدمة أو لعمل رحمة أو لفعل حنان أو لوقف حده أو لإنصافه بالحق. بحس شو معناه هالكلمة بيقول لي إياها الشخص أبونا. بحس إنه فعلا أنا مظبوط، تركت أولاد ما تجوزت حتى